بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب يرحمه الله، يشرحه ويعلق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. الحلقة 74. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات الكرام إلى هذا الدرس الجديد من سلسلة دروسنا ومجالسنا في شرح كتاب الحديث للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، والذي يتفضل بشرحه وبيانه والتعليق عليه معالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الذي نرحب به في مطلع هذا اللقاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بمعالي الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله معالي الشيخ. نستأنف ما توقفنا عنده في باب صفة الصلاة، إذ قال رحمه الله تعالى: وله عن أبي هريرة مرفوعا: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قوله صلى الله عليه وسلم: التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، يعني الصلاة إذا ناب الإمام شيء في قراءة القرآن، أو أنه نقص من الصلاة أو زاد، فإنهم ينبهونه. فالرجال ينبهونه بالتسبيح، أن يقولوا سبحان الله سبحان الله حتى يتنبه. وأما النساء فلأن أصواتهن فاتنة، فإنها لا تتكلم، وإنما تصفق بكفها على الكف الأخرى. هذا فيه دليل على أن التصفيق خاص بالنساء، الذين يصفقون الآن في المحاضرات وفي المجالس من الرجال يتشبهون بالنساء، لأن التصفيق من خصائصهن كما في هذا الحديث. نعم. ولمسلم عن أبي الدرداء قول النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان: ألعنك بلعنة الله ثلاثة. نعم. عرض له الشيطان وهو يصلي صلاة الكسوف لأصحابه، فقبضه الرسول صلى الله عليه وسلم حتى سال لعابه، لعنه الله، وقال ألعنك، قال له ألعنك بلعنة الله، لأن الله لعن الشيطان. نعم. وقوله أعوذ بالله منك، واستعاذ بالله من الشيطان في صلاة الكسوف. نعم. فدل هذا على أن الاستعاذة بالله من الشيطان أن في الصلاة أنه لا بأس به. نعم. وقوله لعثمان: فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل على يسارك ثلاثة، قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. إذا عرض الشيطان للإنسان ووسوس له في صلاته، فإنه يتفل عن يساره ثلاثا ويستعيذ بالله من الشيطان، فيذهب عنه الشيطان بذلك، ولا يؤثر ولا يشوش عليه في صلاته. نعم. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة ليست بفريضة، فمر بذكر الجنة والنار فقال: أعوذ بالله من النار، ويح أو ويل لأهل النار. نعم. هذا فيه دليل على الاستعاذة من النار إذا مر ذكرها أو مر ذكر العذاب، فإنه يستعيذ. وكان صلى الله عليه وسلم يفعل هذا في صلاة الليل، إذا مر بآية فيها وعيد وقف واستعاذ، وإذا مر بآية فيها وعد وقف وسأل. فهذا في صلاة النافلة. بعض العلماء قالوا يجوز أيضا في الفريضة، لأن ما جاز في النافلة جاز في الفريضة. نعم. وعن عائشة:
كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها تخوف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه. هذا في صلاة الليل، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بآية فيها وعيد تعوذ بالله، وإذا مر بآية فيها وعد وفيها ذكر الجنة فإنه يسأل الله عز وجل. هذا في النافلة. قالوا وما جاز في النافلة جاز في الفريضة إلا بدليل يدل على الخصوصية. نعم. وعن موسى بن أبي عائشة قال: كان رجل يصلي فوق بيته، وكان إذا قرأ: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك فبلى. فسألوه عن ذلك فقال: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهذا من ما يجوز في الصلاة، أنه إذا قرأ: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ قال: سبحانك اللهم فبلى. ففي دليل على استحباب أن يقول الإنسان ذلك في الصلاة عند قراءة هذه الآية. نعم. وعن عوف بن مالك قال: قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم فبدأ فاستاك وتوضأ، ثم قام فصلى، فبدأ فاستفتح من البقرة: لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف يتعوذ، ثم ركع فمكث راكعا بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم سجد بقدر ركوعه يقول في سجوده: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم قرأ آل عمران، ثم سورة، ثم سورة، ثم فعل مثل ذلك. كان صلى الله عليه وسلم يطيل القيام في صلاة الليل، كان يقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران في ركعتين عليه الصلاة والسلام، وهذه قراءة طويلة أكثر من 5 أجزاء، فهذا فيه دليل على استحباب تطويل قيام الليل. وفيه دليل على ما أراده المصنف، أن الدعاء في الصلاة إذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية تخويف استعاذ. نعم. ولهما عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة. نهى عن الخصر في الصلاة، يعني وضع اليد على الخاصرة، لأن هذا فيه تشبه باليهود. نعم. وعن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجلس الرجل في الصلاة وهو معتمد على يده. نعم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلس في الصلاة وهو معتمد على يده، بل يجعل يديه مبسوطتين فوق فخذيه، وفي التشهد يقبض الخنصر والبنصر ويحلق ويشير بالسبابة إلى التوحيد، يحلق الخنصر ويقبض الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام، ويشير بالسبابة إلى التوحيد، إشارة إلى التوحيد. نعم. وفي لفظ: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده. معتمد على يده، بل يجلس، إما أن يكون مفترشا وإما أن يكون متوركا. نعم. وله عن أم قيس بنت محصن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. نعم، هذا الدليل على أنه يجوز أن يعتمد المصلي على عصا ونحوه مما يساعده على القيام وعلى الوقوف. نعم. ولهما عم عيقيب:
إن كنت فاعلا فواحدة. قال في الرجل يسوي التراب حين يسجد. نعم، تسوية التراب، يمسح التراب إذا أراد أن يسجد عليه، وهذا منهي عنه في الصلاة إلا للحاجة، ولا يكثر منه أيضا، واحدة لأنه تكفي في تسوية التراب. نعم. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الرحمة تواجهه فلا يمسح الحصى. نعم، هذا فيه النهي عن مسح التراب الذي يسجد عليه، وتعليل ذلك أن الرحمة، رحمة الله سبحانه وتعالى، تواجهه، يعني فلا يزيلها بمسحه، ففيه أنه لا يكثر من مسح التراب. إن كان هناك حاجة لتسوية التراب فمرة واحدة. نعم. ولأحمد من حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: سألته عن مسح الحصى فقال: واحدة أو دع. نعم، هذا كالذي سبق، أنه يترك مسح الحصى الذي يسجد عليه، والتراب الذي يسجد عليه، إلا إذا كان هناك ما يؤذيه من حصى أو شوك فإنه يمسحه مرة واحدة. نعم. وللبخاري عن عائشة قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. نعم، الالتفات بالرقبة والرأس مكروه في الصلاة، ولا وهو اختلاس يختلسه الشيطان، سرقة يعني، سرقة يسرقها الشيطان من صلاة الإنسان. فالمسلم يصلي ولا يلتفت، وإنما يعتمد على مواجهة القبلة، لأن الله جل وعلا ينصب وجهه قبل وجه المصلي كما في الحديث، فلا يعرض عنه ويلتفت يمينا أو شمالا. قال العلماء: يكره الالتفات في الصلاة. نعم. وعند الترمذي عن أنس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. نعم، هذا مثل الحديث الذي قبله، ينهى عن الالتفات بالرأس والرقبة في الصلاة، وإن كان لا بد فمرة واحدة أو دع كما في الحديث الذي سبق. نعم، وهذا يؤيد ما سبق. نعم. وعن أبي ذر مرفوعا: لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. نعم، إذا الله جل وعلا ينصب وجهه قبل وجه المصلي، لأن المصلي يخاطب ربه عز وجل، فلا يلتفت عنه يمنة ولا يسرى، هذا من سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن سهل قال: ثوب بالصلاة، قال: ثوب بالصلاة، يعني صلاة الصبح، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب. هذا في غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، كان يخشى أن يأتيهم العدو من هذا الشعب، فكان صلى الله عليه وسلم يلتفت إلى الشعب من باب الحراسة والحذر من مباغتة العدو، فهذا فيه دليل على أن الالتفات اليسير في الصلاة لحاجة أنه لا بأس به. نعم. رواه أبو داود وقال: فأرسل فارسا إلى الشعب من الليل يحرس. نعم. وللنسائي عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في صلاته يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره. نعم، لا يبالغ في الالتفات، الالتفات اليسير لا يضر. نعم. وعن عبد الله بن عباس أنه رأى عبد الله بن الحارث يصلي ورأسه معقوص من ورائه، فقام فجعل يحله، فلما انصرف أقبل إلى ابن عباس فقال: ما لك ورأسي؟ فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف.
نعم، هذا فيه النهي عن الالتفات في الصلاة، وأن المسلم يصمد بوجهه إلى القبلة ولا يلتفت. نعم. ولأحمد وغيره عن أبي رافع قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص. نعم، يعني يلتفت. نعم. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة، العقرب والحية. نعم، هذا فيه دليل على أن قتل ما يؤذي ويخاب منك الحية والعقرب في الصلاة أنه جائز، دفعا لشرها. ولو أدى هذا إلى أن يأخذ حصاة أو يلتفت لأجل قتلها، هذا لا يضر لأنه لحاجة. نعم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وضاعف مثوبتكم. إلى هنا نأتي وإياكم أيها الكرام إلى ختام هذا الدرس من دروس شرح كتاب الحديث، شاكرين ومقدرين لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان هذا العرض والبيان. نلتقي وإياكم في الدرس القادم إن شاء الله، وأنتم على خير والسلام.